السؤال هنا، هل الموضوع له علاقة من قريب أو بعيد بالبزنس، بالتجارة، بالشركات المصنعة للأدوية أو اللقاحات؟ احنا هننشر في العالم كله أن احتمال يكون في وباء ينتشر في العالم كله، فنبتدي نستعد، نبتدي نطلع أدوية جديدة. هل الموضوع له علاقة بالبزنس؟ والله بيزنس الأدوية واللقاحات ده أكيد طبعا موجود، وزي الحكمة بتقول مصائب قوم عند قوم فوائده. يعني بلا شك أما تنشط الأوبئة أو يظهر أوقات الأوبئة، بيزنس اللقاحات والأدوية بينشط، ده شيء طبيعي ومعروف منذ قديم بس الأزل. ده مفهوم لما هي يكون في المشكلة فيروس كلها في إيه؟ بالفعل منتشر، لما يكون في وباء بالفعل منتشر، لكن ما يكونش في تحذير من احتمالية وجود وباء. هي النقطة كلها هنا، إن الغرض منها هي وضع خطة تكون جاهزة وبتحمل برضو تضافر ما بين الحكومات المختلفة، بحيث إن الخطة ديت يتم تنفيذها بشكل سريع وتشمل عدالة في توزيع اللقاحات. يعني لو احنا افتكرنا بداية ظهور لقاحات الكورونا، طبعا الدول الغنية بدأت تتسابق في شراء اللقاحات ديت، بينما الدول الفقيرة أو النامية بقت هي في آخر القائمة. صحيح، فهي لازم تكون منظمة الصحة العالمية تأخذ قرار أو تأخذ يعني دور قيادي شوية في توزيع عادل للقاحات دي. أظن دوت هو ده الأساس. الحاجة التانية هي الأبحاث، توجيه الأبحاث بشكل أفضل إنها تشمل يعني فيروسات متنوعة وليس فيروس بالتحديد. هو في بس نقطة عايز أذكرها، إن الموضوع مش بيزنس ومثلا في نظريات مؤامرة والشركة ممكن تعمل فيروس والكلام ده، لا. هي ببساطة شديدة جدا جدا في علم الفيروسات، في فيروسات من عائلة بيسموها ار ان اي فيروس، أو المادة الوراثية من النوع الار ان اي. الفيروسات ديت مشكلتها الكبرى ان هي هدف متحرك لجهاز المناعه، وبسبب ان هي بتعمل طفرات سريعه زي انفلونزا وزي الكورونا او الكوفيد، هي كل شويه بتغير شكلها. وبالتالي كان عندنا مناعه زمان للكورونا بتاعت 2020 او 2021، بس جاني المره التانيه برضه.